احتفلنا عيد الصغير، واليوم عيد تعامي دخل ويحيى وسلال والاخر اللي كان اللي يلعبوا اللي ما يبغيناش، والعاقبه الاخرى ان شاء الله خيي. ورانا فرحانين صبرا فرحان، سوا كاينه حاجه العباس يجيو خوتنا، رانا احنا تمنانا في بلعباس يتقدموا لنا خيي. ونحن استقبلنا هذا الخبر بفرح وسرور، ولكن خريطه الطريق راها موجوده. نحن نرحب بكل ما يصب في مصلحه الشعب الجزائري. هؤلاء ما كانهم السجن من قديم، الحمد لله الان قد سجنوا، ولكن العصابه لم تكتمل بعد. وهؤلاء لقد افسدوا البلاد والعباد، افسدوا الاقتصاد، افسدوا كل شيء. نريد عداله حقيقيه. استقبلنا مليح هذه الحاجه اللي كنا نحوسوا عليها، الحمد لله العداله اللي سفاقت، ونتمنوا ماشي غير تريكاج، نتمنوا محاكمه نيشان، ونتمنوا البقات الاخرين. وجرنا مع شباب، نقول لك احنا ماناش ضد الحوار ولا ضد الانتخابات، انا معاهم، شنو هو باغي؟ عداله حقيقيه، وباغي بن صالح وبدوي ما نسحقوهمش.